حاجة جديدة جديدة. في الحلقة دي. بدايتك مع الأهلي كان مستر مانو اللي هو اللي اختارك في الماتش اللي كان نهائي الكأس فعلا أهلي ومحلة 2001 2001 2002 صح كده؟ 2001 ده كانت وأول مباراة اشتركت فيها مع الأهلي كانت امتى؟ ريال مدريد. أول مباراة كانت ريال مدريد. كان عفروتو ماسك في إيدي وأنا نازل الملعب. عفروتو عفروتو كان ماسك في إيدك كناشئ صغير كده. أول ما طلع لقيته، أول ما طلع اتمرن معانا قال لي يا كابتن فاكر مين اللي كان ماسك في إيدك وأنا؟ طب أنت مش فاكر؟ لا قلت له مش فاكر، لقيته جايب لي الصورة بقى بيوريها لي. يا نهار أبيض، شفت عفروتو؟ شفت بقى عفروتو تلعب معايا دلوقتي يا عفروتو. كبرت عفروتو. لا بس دي حلو، تواصل اجيال برضه يا كابتن وائل، هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي. لكن بس بعيد عن سيد معوض. بعيد. بس هو اصغركم. سيد انا مصمم ان هو اصغركم. هو اصغرنا ايه يعني؟ ما الموضوع مش بالسن اصلا الموضوع. طيب كابتن وائل، لو جينا المرحله الجايه ان شاء رب العالمين، يعني عندنا بقى يعني غير الكاس بتكلم على موسم قادم باذن الله، عندنا دوري ابطال افريقيا. البطوله اصبحت يعني هدف جماهيري، يعني الجمهور بيهتم بيها زي بطوله الدوري. سيبك من الكاس، يعني الجمهور شويه طبعا بالنسبه له الدوري ودوري ابطال افريقيا اصبحوا حاجه مهمه جدا جدا جدا. هل بالفعل النادي الاهلي قادر باذن الله، مع طبعا اكيد النادي اداره النادي الاهلي بتعمل على بعض صفقات جديده ومع التجديد للكابتن حسام، نقدر ان احنا نواصل المسيره في هذه البطوله ان شاء الله برغم صعوبه المجموعه الى حد ما يعني. والله يا استاذ محمد، انا بس تذكرت حاجه من الناس اللي كانت بتتصل، الباشمهندس خالد. بصراحه دور الجمهور السنه دي معانا، انا مخليه لك للاخر. كان مؤثر جدا بصراحه، الجمهور ملوش حل. فانا خلاص طالما احنا سايبينه للاخر سيبوا للاخر نتكلم فيه في الاخر. يعني دوري ابطال افريقيا الناس دقت طعم البطوله من الانجازات اللي احنا عملناها، وبتوصلك لايه؟ انت توصل لمرتبه عالميه والناس تردد اسم الاهلي في الثلاث بطولات اللي احنا رحناهم في اليابان، كان الجو وخاصه البطوله اللي احنا اخذنا فيها المركز الثالث اصداء عالميه 2006. لوجود الاهلي في جو جميل جدا. فالناس خلاص اتعودت من لعيبه النادي ان هي تبقى موجوده في البطوله دي بعد الحاجات الجميله اللي الناس شافتها هناك والصدى الاعلامي الكبير جدا اللي كان للنادي الاهلي فيها. فالبطوله يعني ما حدش ينكر طبعا الانجازات اللي احنا عملناها دي صعبت المسؤوليه علينا جدا في بطوله افريقيا. انت زي ما بقول لك بتلعب هنا في الدوري كل فرق بتستعد لك، برضو افريقيا كده برضو سمعت لك هتبقى سابقاك. فالموضوع صعب جدا، انت لو مش مستعد كويس جدا بلعيبه كويسه وعلى اعلى مستوى وفريق جامد ياخد البطوله هتبقى الموضوع صعب علينا. فاعتقد ان شاء الله ان احنا عندنا فرصه كويسه لغايه دور الثمانيه ان احنا نستعد للبطوله دي ان شاء الله. وانا شايف بالخبرات والشباب اللي طالع ده ان شاء الله هنكمل مع التدعيم برضو ان شاء الله هنكمل في البطوله دي باذن الله. التدعيم اللي جاي ان شاء الله هينضم هينضم لكم في دوري ابطال افريقيا. عندنا اضافه خمسه خمسه في دوري ابطال افريقيا هتفرق طبعا ان شاء الله معانا كتير ان شاء الله. ان شاء الله. طب عايز اتكلمك في نقطه بس صغيره، شايف المجموعه سهله ولا شايف المجموعه متوازنه ولا شايف مجموعتنا ايه؟ والله انا شايف ان اللي عايز البطوله ايوه ما يدورش على لاعب مين، البطل ما يبصش على بالظبط، مش هبص على لاعب مين، انا عندي هدف. بالظبط، مش انا عايز البطوله، انا عايز الكاس، مش عايز اكتر من كده. عايز ان انا كل مباراه، وده عنصر نجاح لنا في البطوله دي، ان انا هلعب كل مباراه كانها نهائي، كل مره او جوه. بالظبط، هلعب كل مباراه بالنسبه لي كانها نهائي، خاصه مباراه الدور الاول في المجموعه. فلو جمعت اكبر عدد من النقط في وانا طبعا ما اعرفش النظام القرعه المره دي اللي هو اول المجموعه ده، احنا المره دي المجموعه الثانيه هيبقى زي القطن برضو، زي القطن النهائي الثاني بره، النهائي الثاني بره. فانا مش هتفرق، زي ما بقول لك برضو اللي عايز يكسب مش هيدور هيلاعب هنا او بره، احنا كسبنا هنا وكسبنا هنا. فان شاء الله بخبرات اللعيبه الكبيره اللي موجوده وتدعيم ان شاء الله اللي هيجي واللعيبه الصغيره اللي طالعه ان شاء الله وحماسهم وان هم عايزين برضو يحققوا بطوله كبيره نقدر نعمل حاجه، هتفرق ان شاء الله طبعا معانا جدا باذن الله. ان شاء الله. بالاضافه زي ما بقول لك الجمهور، الجمهور صراحه اللي جه ورانا في ماتش ليبيا ده، انا بصراحه في الملعب انا فرحان ان انا بلعب في النادي الاهلي بوجود الجمهور ده. صح. فان شاء الله يعني خلي الجمهور بعد الفاصل ان شاء الله ناخد الجمهور ونتكلم عن الجمهور بعد الفاصل ان شاء الله.